شيش طوق طريقة المطاعم، نجيب فلي دجاج ونعمله مكعبات، لكل كيلو من الفلي نص كوب من الزيت ومعلقة كبيرة من توابل الدجاج وفلفل مخروط حسب الذوق، ثوم مهروس معلقة صغيرة، ونقلب المكونات ونضعهم بالثلاجة، يفضل نعملهم قبل بيوم. ممكن نوضع الخضار المناسبة لإلنا، ممكن نشويهم على الشواية أو على الفحم. ممكن نعمل بجانب الشيش طاووق خبز بالفلفل المخروط ونشوي، وهيك أصبح جاهز ممكن نقدمه مع الرز. في عندي أكثر من 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.